السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ مساء الفل، عامل ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم دكتور احمد خالد، وان شاء الله هشرح لكم النهارده سيكشن جديد في مديول البايو كيمستري بعنوان دي ان ايه فينجر برينتنج. دي ان ايه فينجر برينتنج وهو البصمه الوراثيه. احنا عارفين ان كل واحد فينا ليه بصمه صباع، ودي ان شاء الله لما تروح تعمل البطاقه او في كتب كتاب ان شاء الله هتبصم بيها، عشان البصمه دي مميزه ليك ما بتبقاش موجوده في اي شخص تاني في الدنيا، مع اخوك التوأم لو انت ليك اخ توأم ويكون اخ متماثل مش متاخر كمان، تمام؟ فكذلك الدي ان اي فينجر برينت، البصمه الوراثيه هي بصمه مميزه لكل شخص، مش موجوده ابدا 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 في اي شخص تاني الا لو ليك اخ توأم، والاخ التوأم ده لازم يكون متماثل مش متاخر. فنبدا كده بسم الله. وقبل ما نبدا حابب نفتكر زمايلنا اللي توفوا لهم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في سعي جناته يا رب، اللهم امين. وانصر شمال اهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويأيدهم يا رب. اول حاجه بنبدا فيها انترودكشن، بيقول لك عن حاجه ان 99.9% من الدي ان اي سيكونس متماثل او متشابه بين اي اتنين من البشر. يعني ايه؟ انا عندي جين لون عين، هو عنده جين لون عين، عندي جين لون شعر، عنده جين لون شعر، عندي جين الطول، هو عنده جين الطول، تمام؟ كل الجينات دي متماثله، تمام؟ ممكن تجيب اتنين زي بعض في كل الجينات، ده مثلا لون عينه خضراء فده عنده جين اخضر، وده عنده جين لون الاخضر، ده مثلا لون بشرته بيضاء، وهكذا، تمام؟ ممكن تلاقي الجينات دي متماثله في ناس كتير جدا، تمام؟ بس 1% الباقي ده اللي بيختلف من شخص للتاني، وده اللي بيخلي كل شخص مننا يونيك، فريد من نوع مميز، زي البصمه الوراثيه، زي البصمه بتاعت الصباع كده بالظبط، تمام؟ الجزء ده بيبقى موجود في النون كودنج بارت. نون كودنج بارت ايه؟ يعني جزء من الدي ان ايه ما بيحصلوش كودنج اصلا، ما بيكونش بروتين. طيب قلنا 1/10 ده بيخلينا يونيك، تمام؟ ده بيخلينا متميزين. بس لو انتوا اتنين توأم والتوأم ده يكون ايدنتيكال، يعني متماثل مش متآخي، بيكون ساعتها الدي ان ايه فينجر برينت بتاع كل واحد فينا زي بعض 100%، كل الدي ان ايه زي بعض 100%، لان هما بيبقوا ناجيين من نفس الايه؟ من نفس السبرم ونفس الاوفا، كانهم شخص واحد. ده كده بالنسبه للايه؟ للانتروداكشن في البدايه. بعد كده بيعرفك عن حاجه اسمها تتابعات من الدي ان ايه، ريبيتيتف دي ان ايه سيكونس، هي عباره عن تتابعات من نيوكليوتايد اللي بتتكرر اوفر اند اوفر، تمام؟ والتتابعات دي بتمثل جزء كويس من الدي ان ايه جينوم، من الجينوم بتاع الكائن الحي. والتتابعات دي منها ثلاث انواع، حاجه اسمها تندب ريبيتس ودي اللي علينا، حاجه اسمها تيرمينال ريبيتس، وحاجه اسمها انترسبيرسد ريبيتس، تمام؟ والتندب ريبيتس دي اللي سميناها تندب ريبيتس عباره عن تتابعات بتتكرر ورا بعضها من غير اي انتربشن، تمام؟ تتابعات تكرر ورا بعضها من غير اي انتربشنز، تمام؟ طيب التتابعات دي منها ثلاث انواع، ايه هما؟ حاجه اسمها ساتلايت، حاجه اسمها ميني ساتلايت، وحاجه اسمها مايكرو ساتلايت. يبقى تاني عشان ما تتوهوش معايا، احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ تتابعات من الدي ان اي، دي ان اي ريبيتيتف دي ان اي، عباره عن تتابعات من الدي ان اي اللي بتتكرر اوفر اند اوفر في الجينوم بتاع الكائن الحي. وتتابعات دي بتمثل جزء كويس من الجين. وتتابعات دي منها ثلاث انواع، تندم ريبيتس، تيرمينال ريبيتس، وانترسبيرسد ريبيتس. تندم ريبيتس دي اللي سميناها تندم ريبيتس عشان هي تتابعات من الدي ان ايه بتتكرر ورا بعضها من غير اي انتربشنز، من غير اي انتربشن، ده اللي بيميز التندم ريبيتس. طيب منها ثلاث انواع، حاجه اسمها ساتلايت دي ان ايه، وحاجه اسمها مايكرو ساتلايت، وحاجه اسمها ميني ساتلايت. لحد دلوقتي تمام؟ تمام. جه بقى ساعتها يعرفك الدي ان ايه فينجر برينتنج ده هو عباره عن ايه. الدي ان ايه فينجر برينتنج ده قال لك ايه؟ قال لك هي طريقه انا بعملها عشان اتعرف على الشخص من الدي ان ايه بتاعه. ازاي؟ عشان عن طريق ان انا بدور على تتابعات الدي ان ايه المميزه في تتابعات النيوكليوتايد المميزه في الدي ان ايه ده. يبقى ايه هو الدي ان ايه فينجر برينتنج؟ هي طريقه بتعرف بيها على الشخص من خلال عينه من الدي ان ايه، عن طريق ان انا بدور على تتابعات الدي ان ايه اللي موجوده في الشخص ده. ولكن التتابعات دي بتبقى ترانسميتد، يعني بيتورثها من الابناء من الاباء الاثنين، من الاب لاولاده، تمام؟ او من الام لاولادها يعني، تمام؟ من البيرنتس اباء للابناء. طيب قلنا ان احنا عندنا منها ثلاث انواع، ساتلايت، مش عندنا، عندنا ميني ساتلايت ومايكرو ساتلايت. ايه الفرق بينهم؟ الميني ساتلايت دي عباره عن ايه؟ عباره عن تتابعات من الدي ان ايه، تمام؟ اسمها الثاني فاريبل نمبر تندب ريبيتس، تمام؟ ريبيتس دي يعني تتابعات، تنضم دي يعني بتتكرر، تمام؟ التتابعات دي variable number مختلفة في الأعداد. ازاي بقى؟ قالك ان عبارة عن تتابعات من الدي ان ايه بتتراوح عددها من 10 ل 100 base pair، يعني تشوفوا المدى واسع قد ايه، من 10
نيوكليوتايد لحد 100 نيوكليوتايد، مدى واسع، عشان كده سميناها variable number. تمام، والتتابعات دي بتبقى غنيه في الجي والسي. وقال لك ان التتابعات دي بتشو جريتر فاريشن في النمبر اوف ريبيتس من شخص للتاني، والفاريشن ده في الكوبي نمبر اوف ريبيت مش في السيكونس اوف ريبيت. ايه الكلام الكبير ده؟ هنفترض مثلا احنا عندنا تتابع عباره عن ايه، عباره عن جي سي جي سي جي سي جي سي. تمام، ادي كده 10 نيوكليوتايد. التتابع ده موجود عند احمد 5 مرات، عند محمد 6 مرات، عند ابراهيم 7 مرات. تمام، نفس التتابع نفس التتابع. طيب فبيقول لك بقى ان التتابع ده بنسميه من الساتلايت، ليه؟ عشان هو عددهم 10، يعني في الجي والسي. طيب التتابع ده بيختلف من شخص للتاني، والشخص والاختلاف ده في الايه، في الكوبي نمبر اوف ريبيتس. عنده 5 مرات، ده عنده 6 مرات، ده عنده 7 مرات، مش في السيكونس اوف ريبيت، يعني اللي هو نفس التتابع نفسه. تمام، هو جي سي جي سي جي سي، او ما قلناش جي سي سي. تمام، لا هو جي سي جي سي على طول كده. تمام، فالاختلاف بين شخص للتاني في الايه، في النمبر اوف ريبيتس، في عدد التكرارات، ده 5 ده 6 ده 7، مش في السيكونس اوف ريبيتس، مش في الاختلاف في التتابع ده نفسه. تمام تمام طيب قال لك اهميته ايه؟ قال لك المين ستلايت دي كانت الطريقه اللي احنا بنعمل بيها دي ان ايه فينجر برينتنج ان ذا باست. مهم جدا كلمه ان ذا باست دي، المين ستلايت دي كنا بنتعرف بيها ان زمان. تمام، عن طريق استعمال حاجه اسمها ريستريكشن فراجمنت، اللي هو ريستريكشن فراجمنت بوليمورفيزم اللي واخدينها في النظري. تمام، اللي هي انزيمات القطع البكتيريه، وحاجه اسمها ساوزرن بروتين تكنيك. تمام، يبقى المين ستلايت اهميتها ايه؟ ان انا كنت بعمل بيها دي ان ايه فينجر برينتنج ان ذا باست ايام زمان، عن طريق استعمال انزيمات القطع ريستريكشن انزيمز، ومعاها ساوزرن بروتين تكنيك. طب المايكرو ستلايت، المايكرو ستلايت اسمها تاني ايه؟ اسمها شورت سيكونس ريبيت او شورت تاندم ريبيتس. ليه؟ عشان هي تتابعات من الدي ان ايه الصغيره تتراوح من 2 ل 9. تمام، واللي بتتكرر، وغالبا يعني بيقول لك غالبا انها من 2 ل 5. شوف دي صغيره ازاي، على عكس دي كده ايه كانت 10 ل 100. طيب وقال لك بتبقى غنيه في الاي والتي، على عكس دي بتبقى غنيه في الجي والسي. طيب برضه نفس الكلام، انها بتشو جريتر فاريشن، يعني بتتغير من شخص للتاني، والتغير في عدد الكوبيز اوف ريبيت، عدد الكوبيز عدد النسخ بتاعه الدي ان ايه ريبيتس نفسها، مش في السيكونس بتاع الريبيت. طيب ولكن دي بقى اللي احنا بنعمل بيها دي ان ايه فينجر برينتنج نواديز دلوقتي. تمام، بنسميها دي ان ايه بروفايل. يبقى مين التكنيك اللي احنا بنستعملها دلوقتي؟ مايكرو ستلايت بتاعت ايام زمان، المين ستلايت. طب بعملها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها بي سي ار والكتروفوريسيس، او في تكنيك جديد يعني بس هو غالي، يعني اسمه ايه، اسمه نيكست جنريشن سيكونسينج. تمام، يبقى تاني عشان الجدول ده مهم، من ستلايت قلنا اسمها تاني فاريبل نمبر تندر ريبيتس، عباره عن تتابعات من الدي ان ايه بتتكرر ورا بعضها، والتتابعات دي مختلفه في الاعداد، تتراوح عددها من 10 ل 100، غنيه في الجي والسي، والعدد والتتابعات دي بتشو جريتر فيريشن في النمبر اوف ريبيتس من شخص لتاني، والتغيير بيبقى في عدد الكوبيز. تمام، ده عنده 5، ده عنده 6، ده عنده 7، مش في السيكونس نفسه. وكنا بنستعملها، او دي كنا الطريقه اللي كنا بنستعملها في الدي ان اي فينجر برينتنج ايام زمان، كنا بنستعمل فيها الريستريكشن انزيم. تمام، انزيمات القطع البكتيريه، ومعها ساوزن بروتيك تكنيك. المايكرو ستلايت هي شورت سيكونس بيت، ليه شورت؟ عشان عددها من 2 ل 9 بس، غالبا من 2 ل 5، بتبقى غنيه في الاي والتي، برضه بتشوف جريتر فاريشن في النمبر اوف ريبيتس من شخص للتاني، والفاريشن في الكوبي نمبر اوف ريبيت مش في السيكونس اوف ريبيت. طيب اليونيك باترن دي في الدي ان اي فينجر برينتنج بنسميها ايه؟ بنسميها دي ان اي بروفايل دلوقتي، واحنا بنستعملها دلوقتي عن طريق استعمال البي سي ار والالكتروفيزز، او المور ادفانسد حاجه اسمها ايه نيكست جنريشن سيكونسنج. طيب ده شكلهم، ادي شكل الفاريبل نمبر تاندم ريبيتس، ادي هم اكتر من 10 هم، وغنيه في الجي والسي. ده شورت سيكونس بيت، ده 4 هم وغنيه في الاي والتي. تمام، وبيوريك اهو ان الاختلاف، ان الشخص الاولاني عنده 6 نسخ من التتابع دون. تمام، والشخص الثاني عنده 8 نسخ من التتابع ده، فالاختلاف بين الشخص الثاني هو في عدد النسخ وليس في السيكونس نفسه. طيب بعد كده بيشرح لك التكنيك بتاع كل حاجه، التكنيك مش مهم ما بيجيش في الامتحان. تمام، بس انا هشرحه لكم برضه عشان ايه، علشان لو حابين تعرفوا بيتعمل ازاي. قال لك اول حاجه انا بجيب دي ان ايه سامبل، بجيب عين الدم مثلا، وبعدين اعمل دي ان ايه اكستراكشن، وبعدين ادخل عليها الريستريكشن انزيم. طالما استعملت الريستريكشن انزيم يبقى انا في انهي طريقه في المين ستلايت. تمام، طيب ده دخلت الريستريكشن انزيم، وانزيمات قطع بكتيريه بتقطع الدي ان ايه عند حتت معينه فكوني دي ان ايه فراجمنتس. خدت الدي ان ايه فراجمنتس دي حطيتها على اجاروس جيل الكتروفوريسيس، عملت لها فصل كهربي على اجاروس جيل، هنا بيبقى فيه قطب سالب وهنا بيبقى فيه قطب موجب، وشغل الكهرباء، ساعتها يروح الدي ان ايه فراجمنت جاريه من السالب لحد الموجب، والجاريه بتاعتها بتبقى على حسب ايه؟ بتبقى على حسب الشحنه بتاعتها وعلى حسب حجمها. نتخيل كده عند مجموعة أطفال
اطفال الرفيعه اطفال تخينه، اكيد الرفيعه هتجري بعيد فالشورت سيجمنت هتجري بعيد تمام، انما الاطفال التخينه اللونج سيجمنت تبقى قريب تمام. بعد ما انا عملتها كده فصلتها بالجيل الكتروفيلس، خدتهم على حاجه اسمها نايلون ميمبرين، وساعتها النايلون ميمبرين ده بيتفصل الدي ان ايه اللي كان دبل ستراند هيبقى سنجل ستراند دي ان ايه بس تمام. وبعد كده لما انقله من النايلون ميمبرين ده وانا اعمل له انكيوبيشن مع بروبس، البروبس دي عباره عن ايه؟ عباره عن قطعه من الدي ان ايه انا اللي مصنعها بايدي تمام؟ ومصنعها بترتيب معين عشان تتناسب مع مع التتابعات اللي انا بدور عليها تمام؟ ولما احطها على ولما احط البروب دون هيمسك في الدي ان ايه عشان انا فصلت الدي ان ايه بدل ما هو كان ايه؟ كان دبل ستراندد بقى سنجل ستراندد تمام. طب بعد ما انا عملت كده قال لك البروبس دي انا بصنعها من راديو اكتيف ماتيريال، يعني ماده بتنور ماده مشعه، فلما احطها على اكس راي ساعتها هتظهر لي السيكونس دي تمام، بتظهر لي بالشكل ده شايفين، ادي تتابعات الدي ان ايه اللي انا بدور عليها. ده كده بالنسبه لنا في الايه طريقه المين ساتلايت، وقلنا الايه التكنيك مش مهم مش علينا مش هنتساهل في الامتحان ان شاء الله. طيب المايكرو ساتلايت بقى، وشوف سيكونس ريد برضه جبنا دي ان ايه عملنا له اكستراكشن، ساعتها مش هنجيب ريستريكشن انزيمز لا هنجيب بي سي ار، بي سي ار ده هيبقى فيه برايمر، برايمر ده اللي هو البارية اللي هو قطعه من الدي ان ايه تبقى مكمله مع الدي ان ايه مع الدي ان ايه سيجمنت اللي انا هدور عليها، وبعدين ابدا اضاعف دون عشان يعمل لي قطع كتيره تبقى ليبود، ليبود يعني ايه عليها ماده مشعه. طيب وبعدين افصلهم فصل كهربي وبعدين ابص عليهم تمام. ده كده باختصار المين ساتلايت والمايكرو ساتلايت، ومش مطلوب منكم ان تعرفوا التكنيك عامل ازاي. طيب بعد كده ايه هي التطبيقات بتاع الدي ان ايه بروفايل؟ احنا قايلين ان الدي ان ايه فينجر برينتنج اهميته في ايه؟ اهميته ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن للشخص تمام، فاهميته في الطب الشرعي او في الحالات الجنائيه. رقم واحد ان انا اتعرف على المجرم تمام، ان انا عندنا في مسرح الجريمه لقينا عينه دم وعندنا مشتبهين بيهم، هنعمل دي ان ايه بروفايل لعينه الدم دي ودي ان ايه بروفايل للمجرم الاولاني او المشتبه الاولاني ودي ان بروفايل للمشتبه الثاني، ونشوف انهي دي ان ايه بروفايل هيعمل له هيحصل له ماتش هيتطابق مع الدي ان ايه اللي احنا لقيناه في مسرح الجريمه. تاني حاجه ان انا ايدنتيفاي البيرنتس تمام، ان انا دلوقتي في عمليات اللهم صل محمد في الاطفال الغير شرعيه، وفي عمليات الاختطاف للاطفال، لو انت جاي لك طفل مثلا كان مخطوف بقاله سنين واهله جايين يتعرفوا عليه، فانت تعمل ده دي ان ايه بروفايل، ده دي ان ايه بروفايل عشان تشوف هو فعلا ابنهم ولا هم جايين يخطفوه تاني. او في عمليات الاطفال الغير شرعيه، لما تكون ام بتتهم اب او بتتهم شخص يعني ان هو ابو الطفل دوت، فنشوف هو فعلا ابوه ولا مش ابوه، فده في عمليه الايه ايدنتيفاي البيرنتس تمام. اخر حاجه ايدنتيفاي ديد بودز، انت لو جاي لك جثه مثلا الجثه دي ملامحها مشوهه فانت مش عارف تتعرف عليها ولا اهلها عارفين يتعرفوا عليها، فبالتالي بتاخد عينه منها وعينه من الاهل وتشوف هي ابنهم مثلا او قريبتهم او الجثه دي تبعهم ولا لا تمام. يبقى ايه اهميه الدي ان ايه بروفايل؟ ان انا بتعرف على المجرم، بتعرف على البيرنتس تمام، وبتعرف على الديد بودي تمام. ما تشغلوش بالكم بالكلام ده تمام. وهنا في الكلام ده بس هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان النص الدي ان ايه بتاعك بتورثه من الام، ونص تاني بتورثه من الاب، احنا عارفين تمام. ما تشغلوش بالكم. نبدا كده بالجد، الثلاث او اربع سلايدات اللي انا هشرحهم دول هيجي لك زيهم في الامتحان بالظبط تمام. فدول مهم جدا تركز معايا احنا هنحلهم ازاي. دلوقتي نقرا الكلام، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك دي ان ايه فينجر برينت بتاع ثلاث اشخاص اهو تمام، واحد لقيناه في مسرح الجريمه اللي هو كرايم سين، واثنين مشتبه فيهم تمام، انهي واحد فيهم هو اللي قام بالجريمه؟ طيب احنا ساعتها بنعمل ايه؟ بنبص على مسرح الجريمه على الدي ان ايه اللي احنا لقيناه، انا شايف ده كده هنا شبه ده وده اهو اهو اهو، ده معناه ان سسبكت 2 هو اللي كان موجود في مسرح الجريمه تمام. طب ليه قلنا ده؟ علشان الدي ان ايه فينجر برينت بتاع سسبكت 2 بيماتش، خلي بالك المصطلح ده مهم عشان هتيجي لما لو كتبت في الامتحان، بيماتش يعني بيتطابق مع الدي ان ايه سيكونس او الدي ان ايه فينجر برينت اللي احنا لقيناه في مسرح الجريمه تمام. يبقى مين اللي عمل الجريمه؟ سسبكت 2 المشتبه الثاني. ليه المشتبه الثاني؟ علشان الدي ان ايه بتاعه بيماتش بيتطابق مع الدي ان ايه اللي احنا لقيناه في مسرح الجريمه. وبعد كده بيسالك بيقول لك لو عمليه الدي ان ايه فينجر برينت ده عملناها ده وديز في الفتره دي هيبقى اسمها مين ستلايت ولا مايكرو ستلايت؟ هيبقى اسمها مايكرو ستلايت. طب عمليه الدي ان ايه فينجر برينت دي لو احنا عملناها في سنه 1985 هيبقى اسمها مين ستلايت ولا مايكرو ستلايت؟ هيبقى اسمها مين ستلايت. طيب بيقول لك دلوقتي بيسالك على المين ستلايت، بيقول لك لو احنا
بنعمل على مين variable number تندر مين؟ ايه التكنيك اللي احنا نستعمله؟ هل هنستعمل ستريكشن انزايم وساوزر نموتيك تكنيك، ولا بي سي ار والكتروفيسيس، ولا بي سي ار ونكست جينيريشن سيكونسينج، ولا الاثنين؟ نستعمل الريستريكشن انزايمز والساوزر نموتيك تكنيك بس. تمام، ارجع معايا للجدول ده كده. ايه اول سؤال ممكن يجي لك في الامتحان؟ طيب ممكن يجي لك سؤال تاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الطفل دون كان مخطوف بقاله 10 سنين والحكومه لقيته، ولما لقيته جه الام دي والاب دول بيزعموا ان الطفل دون اتخطف منهم. تمام، طيب هل الطفل دون ابنهم ولا لا؟ فاحنا عملنا دي ان ايه بروفايل للثلاثه اهو، لان الام عندها سيكونس 5 وسيكونس 10، والاب عنده سيكونس 7 وسيكونس 13، والابن عنده سيكونس 5 وسيكونس 7. ده معناه ان الابن ده ورث الخمسه من امه والسبعه من ابوه. فهل الطفل دون ابنهم؟ اه ابنهم. ليه؟ عشان هو انهيرتد، يعني ورث السيكونس رقم 5 من الام والسيكونس رقم 7 من ابوه، فهو فعلا ابنهم. تاني كيس، مع تالت كيس معانا، قال لك يا عم الحاج ان الام دي بتتهم الراجل دون ان هو ابو الطفل ده. تمام، فاحنا عاوزين نشوف هو ابوه ولا مش ابوه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح عاملين دي ان ايه بروفايل او فينجر برينت للام، دي ان ايه فينجر برينت للطفل، دي ان ايه فينجر برينت للاب. لان الام عندها، لان الطفل نبدا من الطفل، لان الطفل عنده ده ورثه من مين؟ ورثه من امه. طب على ان عنده ده ورثه من مين؟ ورثه من ابوه. طب ده ورثه من امه، ده ورثه من ابوه، ده ورثه من امه او من ابوه. تمام، ده معناه ان الطفل ده ابو الولد ده ولا لا ابوه، ونقول له عيب اعترف بابنك، عيب ما يكون ابنك كده وايه وترميه. تمام، فاه الطفل ده هو ابو، سوري الطفل ده هو ابن الراجل ده او ابن الاب والام دول، علشان الدي ان ايه فينجر بريت بتاعه بيماتش مع السسبكتد فازر في ديفرنت لوكاي في اماكن مختلفه. تمام، لوكاس يعني مكان. تمام، مكان مختلف. اخر حاجه عندنا، احنا كان لنا ام ومعاها طفل ومش عارفين مين ابو الطفل ده، ده ولا ده. تمام، طبعا اول حاجه نعملها ايه؟ نقتل الام دي. تمام، بهزر. فدلوقتي احنا عندنا الام دي وعندنا الطفل، وعاوزين نعرف هو انهي واحد فيهم هو ابوه. فاحنا بنبدا من الطفل، الطفل اتولد ده من مين؟ من امه. طب ورث ده من مين؟ من ابوه ده. طب نكمل تاني، ورث دول من مين؟ من امه. طب وده من ابوه ده. طب ده من ابوه، دول من امه، ده من ابوه. يبقى انهي واحد فيهم هو ابو الولد دون؟ ميل واحد. اشمعنى ميل واحد؟ علشان الدي ان ايه فينجر برينت بتاع الطفل دون بيماتش مع الدي ان ايه فينجر برينت بتاع ميل واحد دون في اماكن مختلفه. بس كده خلص السكشن بتاعنا، سكشن خفيف لذيذ سهل في الامتحان، ما تحاولوش تخسروا درجته. بالتوفيق دايما يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.